مجلس نظارات البجا يعلن العصيان المدني الشامل في الشرق والتشاور لإعلان حكومة إقليم من طرف واحد. في أعقاب مقتل طفلين وإصابة 5 ببالستي حوثي، تنديد أممي واليونيسف تصفوه بالعدد الأكبر منذ شهور. تحشيد عراقي قبل الانتخابات وتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال وحل البرلمان نفسه. الجيش الفرنسي يؤكد أن إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام طائراته العسكرية لن يؤثر على عملياته في الساحل. وفد الحكومة الليبية في اللجنة العسكرية المشتركة يكشف أن خطة ترحيل المرتزقة ستكون على مرحلتين. مسرحية تنفيسي تلجأ إلى الشارع بعد منع الرقابة عرضها، والأمن العام يستدعي المخرج إلى التحقيق. أهلا بكم مشاهدينا إلى استوديو الحدث على مدى ساعتين، نفتح فيهما عددا من الملفات ونوفيكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة. وكما تشاهدون سنبدأ بهذا الخبر العاجل من السودان. إذن تطورات في السودان تحديدا في الشرق، إذ كشف المستشار القانوني لمجلس البجا أحمد موسى عمر للحدث أن الإقليم قرر في الواقع إعلان العصيان المدني الشامل في الشرق، وقال إن مسار الشرق يتشاور لإعلان حكومة إقليم من طرف واحد، إضافة إلى العودة للإغلاق الشامل للموانئ والطرق. ينضم إلينا من الخرطوم المستشار القانوني للمجلس الأعلى لنظارات البجا أحمد موسى عمر، أهلا بك. بداية إذا كان لك أن تخبرنا أكثر عن خطواتكم وعن إعلانكم لهذا العصيان. طيب السلام عليكم. المجلس الأعلى لنظارات البجا التغى بوفد حكومي، وكانت هنالك مشاورات، وكانت هنالك طرح لبعض الحلول، وكانت هنالك مدة كنا نتوقع فيها، وكان الشرق كله ينتظر فيها رد إيجابي من الحكومة لطرح الحلول السياسية اللازمة لحل القضية والأزمة المستحكمة في شرق السودان. بالأمس تفاجأنا ببيان من الناطق الرسمي باسم الحكومة يشير إلى أن المجلس الأعلى والتنسيقية العليا منعت دخول الأدوية المنقذة للحياة إلى السودان، وهذا البيان ابتداء يصب في مصلحة المجلس الأعلى لنظارات البجا، حيث أكد البيان في الأول وجود أزمة حقيقية في شرق السودان، وجود قضية تحتاج إلى العلاج. وأكد البيان ثانيا أن الحكومة فاشلة في إدارة أمورها، لذلك أن مطالب المجلس الأعلى لنظارات البجا بحل هذه الحكومة وتعيين حكومة تمثل فيها كل السودان من الكفاءات الوطنية حسب الوثيقة الدستورية هو مطلب عادل. الخبر بكلياته خبر عار من الصحة وجانبه الصواب تماما، ويسعى في اتجاه الحكومة لتسويف القضية. لذا قرر المجلس الأعلى للتنسيق، المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة والتنسيقية العليا لكيانات شرق السودان بعد التشاور الدخول في الإجراءات التصعيدية لحل القضية الآنية. الإجراءات تتمثل في مراحل. نمرة واحد، الآن التنسيقية تسعى في اتجاه الإغلاق الكامل إلى للإقليم الشرقي بولاياته الثلاثة من الخيار وحتى الحدود المصرية، المداخل والمخارج. اثنين، التنسيقية العليا تسحب في مقبل أيام إلى عصيان مدني كامل في الإقليم، وهنالك مشاورات بين مكونات الإقليمي التنسيقية العليا باللجان الفنية المتخصصة القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لإعلان حكومة إقليم الشرقي من جانب واحد، ذلك ردا على الفشل الذريع الذي وقع. ولكن يا أستاذ أحمد، هل هذه الخطوات مدروسة؟ بمعنى تتحسبون لأي تداعيات لها
فربما أقول وهذا مجرد سؤال، قد تواجه الحكومة هذه الإجراءات مثلا على نحو عسكري. أقول لك الآتي، الشرق على طيل الزمن النضال السياسي السلمي قدم كثير من الشهداء، ونتحسب لكل الإجراءات المحتملة، وهنالك لجان، قانونية اقتصادية اجتماعية سياسية تدرس هذه الخطوات خطوة خطوة، وتقوم بتقديم التوصيات والنصح للتنسيقية العليا كانت الشرق والمجلس الأعلى لوزارة البيجا. هذه الخطوات لا يتم اتخاذها إلا بعد مشاورات وبعد دراسة كل الآثار السالبة التي قد تؤثر على الإقليم أو تؤثر على وحدة السودان. المجلس الأعلى لوزارة البيجا متمسك بوحدة السودان، المجلس الأعلى لوزارة البيجا متمسك بالانتقال الديمقراطي العادل بين كل مكونات الشعب السوداني. ولكن ما صحة مثلا من يخشى بأن يكون يعني ذلك مقدمة مثلا لانفصالكم؟ لم يحدث أن ناقش المجلس الأعلى ولا التنسيقية حتى هذه اللحظة قرار يفضي إلى الانفصال، ولكن يبقى الانفصال واحد من السيناريوهات المحتملة في طريق الحل إذا تأزمت المشكلة وتعنتت الحكومة في عدم رغبتها في إيجاد حل ليس للإقليم الشرقي ولكن لكل الأقاليم السودانية، أن يكون هنالك تمثيلا عادلا. نعم. أن تكون هنالك بس لكن يا أستاذ أحمد، عندما تقول أن الانفصال سيناريو موجود إذا تأزمت الأمور، بس هذا الانفصال أيضا يعني في حاجة إلى أدوات وفي حاجة إلى يعني دعني أقول يعني إحياء لمؤسسات معينة، هل أنتم قادرون على ذلك إذا تأزمت الأمور أقصد؟ نعم، كما أسلفت لك في سابق الرد، السيناريو محتمل موجود متوقع، ولكن لم يتم مناقشته حتى هذه اللحظة، ولا نرغب في أن نناقش هكذا قرارات، ولكن إذا اضطررنا اضطرارا إلى مناقشة هذه الخطوة فإن هذه الخطوة لن نزع إليها إلا بعد دراسة كل الجوانب القانونية المتعلقة بالمواثيق الدولية، المتعلقة بالقوانين الداخلية، المتعلقة بالعلاقات مع بقية مكونات المجتمع الدولي، المتعلقة برغبة أهل الإقليم أنفسهم. شكرا. هذا قرار لا يتخذ من جانب واحد، ولكن يتم دراسته ويتم الترويج له ويتم البحث حول إمكانية تنفيذه، ولكن نقولها ونرددها ونكررها، نحن نزعى لسودان واحد موحد، ونحن نزعى لسودان مدني انتقالي ديمقراطي عادل. شكرا لك من الخرطوم المستشار القانوني للمجلس الأعلى لنظارات البيجا أحمد موسى عمر. رئيس المجلس الأعلى للنظارات البيجا والعموديات المستقلة، وطبعا نتحدث عن خطاب مجلس الوزراء حول نفاد الأدوية، هو خطاب استعطافي وعليهم بالتالي تحديد أماكن حاويات الدواء. الكلام طبعا يعني لأحمد موسى عمر، وقال بأنهم سيسمحون بالمرور من جانبه، ونفى المجلس الأعلى للنظارات البيجا والعموديات المستقلة تصريحات الحكومة عن منع الأدوية المنقذة للحياة من عبور الطريق. وقال المجلس إن الأدوية لا تزال في الميناء بسبب عدم استكمال الإجراءات القانونية من قبل الحكومة، ولا علاقة للأمر بالتصعيد في شرق البلاد. واستنكر في بيانه بيان الحكومة واصفا إياه بأنه عار تماما من الصحة، وأكد أن التروس لن ترفع في الإقليم الشرقي ما لم يلغى مسار شرق السودان، وأن المجلس ينتظر قرارات لحل المشكلة، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها بدلا من بيانات الإدانة.
هذا وقد حذر مجلس الوزراء السوداني من أن مخزون البلاد من الأدوية المنقذة للحياة والقمح والوقود على وشك النفاد بسبب إغلاق شرق البلاد، وأكد أنها تعثرت بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي رغم كل الجهود للإفراج عن حاوياتها. لكنه أكد في الوقت نفسه بأن قضية شرق البلاد عادلة ولها أولوية قومية قصوى. وعد المجلس في بيان أن حل الملف سياسي بالأساس، مشددا على أهمية أن يدار هذا الملف من مركز حكومي واحد وبتنسيق عال من مختلف مؤسسات الدولة. وحذر المجلس من تبعات إغلاق الميناء في بور السودان والطرق القومية بما يضر بمصالح السودانيين، واصفا تلك الأساليب بأنها ترقى إلى جريمة في حق ملايين المواطنين، هذا بحسب البيان. من الخرطوم، أمين التنظيمات السياسية للمجلس الأعلى للنظارات البجة سيد علي أبو آمنة، ومن الخرطوم الدكتور عبد الحليم تيمان مساعد رئيس حزب الأمة القومي وعضو مجلس التنسيق والقيادي في قوى الحرية والتغيير، أهلا بكما. وأبدأ من ضيفي طبعا الأول وهو السيد علي أبو آمنة، أهلا بك. لماذا لجأتم الآن إلى هذا التصعيد؟ نحن لجأنا للتصعيد ليس الآن، من يوم 17 سبتمبر نسبة لعدم استجابة الحكومة أو الخرطوم لمطالب شرق السودان التي أرسيت في قرارات مؤتمر سنكات المصيري. أما فيما تعلق ببيان الحكومة، هذا الكلام فيه كذب وفيه كما قال السيد الناظر استعطاف، لأنه يوم أن أغلقنا الطريق نحن أعلننا أن هنالك استثناءات تتعلق أولا رقم واحد بالأدوية، إذا كانت منقذة الحياة أو غير منقذة. الأدوية كل فيما يتعلق بالمجال الطبي هذه مستثناة، وعربات المنظمات، البصات والركاب، السيارات الشخصية، ما يتعلق بهذه الأمور هو مستثنى تماما من الإغلاق. فأين هي كما قال السيد الناظر، أين هي الحاويات وأين هي شاحنات الحاويات؟ هذا كلام عاري من الصحة تماما. المجلس الأعلى يستثني كل ما يتعلق بالأدوية وبالمنظمات. المغلق تماما هو يعني ما يقيم عود هذه الحكومة التي بدلا من أن تعطي الشرق حقوقه تفضل لتدبر البيانات الكاذبة. ينبغي على الخرطوم أن تعطي الحقوق. أستاذ سيد، في مثل شعبي ما بعرف إذا بتقولوه في السودان، أنه مش على رماني بس لقلوب ملياني. اللي قصدك من هذا الكلام يعني أنه الموضوع ليس موضوع عدم وصول أدوية أو إغلاق طريق، إنما هناك في تراكمات من هذا الإجحاف بحق من الحكومة بحقكم كما تقول يعني. نعم، هو كذلك. الحكومة لا تريد، حتى لو وقعت السماء على الأرض، لا تريد أن تعطي هذا الإقليم حقه، لأنه إعطاء هذا المسار الذي تريد الحكومة أن تلزمناه أو ترغمنا على قبوله هو مسار مخصص لمعالجة قضايا في دول أخرى، معالجة لا يتعلق بشأن شرق السودان، لا بقضيته ولا حتى ممثلي المسار لهم ارتباط بالإقليم. هذا المسار مخصص بضغط من المجتمع الدولي على أساس أنه يعالج قضايا تتعلق بدول أخرى وبقضايا لاجئين وبقضايا الهجرة إلى أوروبا وبقضايا البحر الأحمر. هذا المسار لا علاقة له بالإقليم. لذلك تريد الحكومة أن تتحايل بشتى السبل. ما المانع؟ السؤال البسيط، لماذا لا تعطي الخرطوم هذا الإقليم حقه أن يحكم نفسه بنفسه، أن يكون نحن جاهزون كمكونات بيجا وبني عامر وشرق وحتى مكونات السودان؟ هذه النقطة سأعود إليها، أن كل طرف يطالب لتقاسم الأمر بيننا، أن يحكم نفسه بنفسه. فمعناها إحنا صرنا أمام 10 من السودان، يعني من يعني قصدي يقسم إلى 10. لكن نسمع رأي الدكتور إذا سمحت. لا هنالك شكل إذا سمحت الدكتور عبد الحليم فقط، حتى أنا أقصد بالفدرالية. سأعود لشرح هذه النقطة بس لأوزع الحوار. دكتور عبد الحليم، رأيك فيما قال وأنه لماذا هذا التصعيد، واستمعت لداعية لألخص ما قاله. أولا السلام عليكم. أنا أعتقد أن السودان الشعب أنجز ثورة كبيرة، وكنا ننتظر من جميع السودانيين أن يشاركوا في هذا التحول التاريخي. أولا التظاهرات هو حق مكفول، ونحن نحترم الإدارة الأهلية ودورها المرسوم لها والمعروف
عبر التاريخ في إرساء السلم الاجتماعي والعمل القبلي بين القبائل، ولكن الجديد في الأمر أن تتصدر القبيلة أو ناظر القبيلة الأشياء السياسية. الشركة فيها أحزاب وفيها تكوينات هي بحكم مجالها من المفروض أن تتولى الأمور السياسية. نحن نحذر بأن الذي يحدث هو ممارسة للحقوق بمفهوم قد يتعارض مع حقوق الآخرين. دعك عن الأدوية، حتى لو تحدثنا عن التجارة وتعويق الصادر والوارد هذا يؤثر في الميزان التجاري. هناك أيضا سلع أخرى، هناك تجار لديهم التزامات، هناك شركات دولية تنقل لديها أيضا التزامات. فهذا الذي يحدث أنا أعتقد أنه يحتاج إلى تقنين في العالم، كل العالم التظاهرات يتم التصديق لها حتى في فرنسا وأمريكا بالساعة وبالزمن حتى لا يتعارض مع حقوق الآخرين. وعندما تخرج المظاهرات عن طور محدد تضطر وزارة الداخلية. ولكن دكتور عبد الحليم، عمليا هل كان هناك إجحاف من قبل الحكومة ضد بعض الأقاليم؟ ما حتى هيك يعني نكون شفافين في الحوار، ويعني نعم تضع النقاط على الحروف. الثورة في السودان في الغرب وفي الجنوب، هذه المسألة لا فيها استثناء للشرق. الشرق مظلوم والغرب مظلوم وكل السودان مظلوم، وبالتالي التراكمات والظلم وعدم التنمية جعل السودان وكل الشعب يخرج في تظاهرات أساسية وثورة، وأدت في الأخير إلى ذهاب الدكتاتورية، والآن فرصة لجميع السودانيين ليبنوا الوطن. لكن بصراحة دائما هناك إشارات، هل كل الأجندة التي يتحدث عنها الناس هي الأجندة التي يعبرون عنها؟ هناك مثلا نعود إلى 2019 في يونيو، المجلس العسكري في ذلك الوقت جمع الإدارات الأهلية في الخرطوم كلها، وجرى الحديث عن تفويض العسكر لاستلام أو تشكيل الحكومة بالمدنيين بالشراكة أو بدون شراكة. فأنا أعتقد أن هناك رابط أساسي بين كثير من الأحداث التي تحدث، وكثير من الوجوه الآن التي تدعي تمثيل الشرق لم يكن لهم أصلا دور في مقاومة الدكتاتورية. نحن نعرف التنظيمات التي قاومت، ليس يعني أنت تستثنيهم أنه كانوا جزء مرة أخرى. لحظة أنت تستثنيهم أنه كانوا جزء من أي حراك ضد النظام السابق مثلا، لم يكونوا جزءا من الثورة؟ طبعا أنا أقول مثلا ترك هو كان موجود، هو رجل إدارة أهلية وله احترامه، ويجب أن يبقى ويعمل في مجال الإدارة الأهلية الذي ينظمه وزارة الحكم الاتحادي. لكن ما هو سر هذا الدور المتعاظم لترك، ولماذا لم يظهر؟ وأنا شخصيا وأنت شخصيا لم تسمع باسمه في كثير من قضايا السودان الشائكة طوال 30 سنة. طيب هذا الرد متروك الآن لسيد أبو آمنة. ظلم. نعم سيد علي. بس أكمل وكمل. سأعود إليك. لا. سأعود إليك. خلينا نوزع الحوار على النحو العادل. سيد علي، قال الضيف الكريم إنه أنتوا يعني بشكل عام ما كنتوا أصلا يعني جزء من الحراك الثوري. يعني المظاهرات ضد النظام السابق وضد الدكتاتوريات كما سماها. هذا كلام عاري من الصحة، وأستطيع أن أذكره في اليوم الذي حمل فيه حزب الأمة خيمته ورحل عن ميدان القيادة. في تلك اللحظة أنا مسؤول القوى السياسية بالمجلس الأعلى والناطق الرسمي باسم تنسيقية شرق السودان. في تلك اللحظة كانت كل القوى السياسية المشاركة الآن في تنسيقية شرق السودان موجودة في شارع القيادة، وكنا ضمن أول 30 شخص دخلوا شارع القيادة العامة يوم أن نقل حزب الأمة خيمته، وهو يعلم بأن هنالك فض للاعتصام. هذه نقطة. لذلك نفي مشاركتنا في الثورة هذا كلام عبثي. النقطة الأخرى أنهم كما سمعت يهتمون أن هنالك شركات موقعة وهنالك ما إلى ذلك، يهتمون لأمر هذه الشركات العالمية ولهذه المصالح والميزان التجاري أكثر من اهتمامهم بخمسة أو أربعة ملايين من الشعب السوداني يتم تهميشها ويتم إقصائها ويتم تقتيلها ببطء وعزلها من الخدمات والسلطة لمدة تتجاوز 100 عام
أو حوالي بالضبط حوالي 64 أو 65 عاما. هذه هي الخرطومة التي نقصدها، هذه الخرطومة التي لا تعرف شعبها ولا يعني تهتم بأن تمرر بعض الشركات بضائعها. بس أليس هذا الكلام قاسي؟ يعني قاسي إلى حد ما حتى تتهم يعني بأنه هو الحقيقة أنه إجحاف بحق كل السودانيين، يعني العدل بحق من؟ طب العدل بحق من في هذه الحالة؟ لا لا، نحن نقول لم نحجز شيء يتعلق بالإنسان مثل الأدوية وما إلى ذلك، أما المنتجات الأخرى التجارية هذه التي تتعلق بالمالتيناشنال كوربريشنز والشركات التي يعني تنصاع لها وتهتم الخرطوم بمنتجاتها أكثر من اهتمامها بالشعب السوداني الموجود في شرق السودان، هذه هي الخرطوم. النقطة الأخرى الإدارة الأهلية، هو يتحدث عن إدارة أهلية وكأنها مجموعات طرفية لا ينبغي الاهتمام برأيها. الإدارة الأهلية مستوى من مستويات السلطة موجودة من قبل الحكم الإنجليزي، والآن هي تمثل مستوى مستويات الإدارة والحكم، هي موجودة وبطبيعة الحال ينبغي أن تشارك. أما الناظر تريك، الناظر تريك معروف عمله في أيام النظام السابق كان في تشاكس دائم وفي ضغط دائم لاسترداد حقوقه، هذه الحقوق حقوق شعبية لا تتعلق بالأيديولوجيا. نحن لا يهمنا أن تكون الخرطوم حقوق شعب شرق السودان في حكم ذاته وفي المشاركة وفي أن يعيش وفي أن يصبح جزء من الدولة السودانية وفي أن يفاوض عن نفسه، ليس في مسارات مزورة ومفبركة لصالح التغيير الديمغرافي ولصالح حل مشكلات في دول أخرى. طيب. من حق شعب شرق السودان أن يفاوض عن نفسه وعن حقوقه، لا أن يفاوض عنه بالإنابة. طيب. شخص دكتور آخر. عبد الحليم، أما الحكم الاتحادي الحكم الاتحادي جاء نعم. طيب أكمل النقطة لأنه أنا بدي أسأل عنها، أنه لماذا هذا السيناريو لا علاقة لهم بالنظارات. طيب دكتور عبد الحليم، رأيك الآن في هذا المنحة الذي قد يأخذه هذا الشرق، يريد الآن الانفصال، يريد كما قال بصريح العبارة أنه لماذا لا نحكم أنفسنا بأنفسنا ولو في إطار فيدرالي؟ نحن اولا الحقوق مكفوله والحوار مستمر، الحديث عن مسار الشرق او اي اتفاقيه مراجعتها، كل هذه الاشياء متاحه طالما نحن في احد ديمقراطي الان في حكومه انتقاليه وذهبت الدكتاتوريه، واي انسان لو كان لديه نيه صادقه في تناول هذه الامور في اطار من الوطنيه المجال متاح ومتروك للجميع. لكن لا افهم ابدا أن يتحكم أهل الشمال غدا مثلا ويغلق الكهرباء ويمنع الكهرباء من سد مرة وينباقي السودان، ويفعل أهل الغرب مثلا يقطع الطريق القومي ويوقف إمدادات الأغذية والثروة الحيوانية من الوسط، هل هذا سلوك؟ يعني هل أنت ترى يا دكتور عبد الحليم أن هناك أجندة هذه الوسائل أن هناك أجندة أكبر من مسألة نايل؟ بس أكمل السؤال يا دكتور، ترى أن هناك أجندة ليست يعني تفوق أو تتخطى مسألة نايل الحقوق؟ أذكر مرة أخرى بجمع الإدارة الأهلية في يونيو 2019 وحديثهم عن تفويض العسكر، وهناك رباط قد لا يخفى على كثيرين بين ما يدور من تغذية الصراعات داخل القوى السياسية وبين ما يحدث في الشرق وبين ما يحدث من تفلتات داخل العاصمة في إطار الأمن الشخصي وبين ما يحدث أيضا في غرب السودان. كل من يفكر بأن يعود إلى الدكتاتورية أو يبرر مغايطة المواطنين بالدكتاتورية بالأمن، نحن نقول أن هذه أساليب مجربة، وبالتالي أي إنسان يريد أن يمارس حقوقه القانون موجود ويجب أن ينظم ذلك. وبالمناسبة في التقسيم الوزاري، الشق العسكري في مجلس السيادة لديه وزارتان، وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وعليه نحمل كامل المسؤولية لوزارة الداخلية بأن تراعي حقوق المواطنين عامة عندما يتعلق الأمر بأي مواطن آخر يمارس حقوقه، فالحقوق مكفولة للجميع، لكن أن تمارس حقوقه بأساليب خاطئة ويتطرر منها يقول لك يا سيد علي بأنه محرومين من الحقوق وغيره. أنا أتحدث، ما هو يتحدث يقول لك أنهم محرومون من الحقوق مثلا. أنا هذه الحقوق
هذه الحقوق، هذه الحقوق هم لم يحرموا منها كسائر السودانيين في هذه الفترة الانتقالية. هذه قضية لها آثار تراكمية منذ أن استقل السودان، ونحن بصدد في هذه الفترة بمعالجة المشكلة السودانية في إطار قومي وشامل. ودعوتي إلى أهلنا في الشرق بأن يمارسوا حقوقهم في إطار بأساليب تتفق وتحافظ وتصون حقوق الآخرين، ونحذر من خلق فوضى مدبرة. طيب. يتصدى آخرون بتقديم. انتهى الوقت بس دقيقة، وهذه سيناريوهات معروفة. دقيقة أخيرا، انتهى هو الوقت بدقيقة، أرجوك سيد علي أن تلتزم بها، أنه بس تعقيبا على ما قال ضيفنا يعني الأستاذ عبد الرحمن، أنه قد يكون هناك فوضى مبرمج لها في تلك المنطقة. بدقيقة. هذه شماعة فقط للإخافة. أولا يتحدث عن أنهم يريدون حل المشكلة في إطار قومي. كيف يريدون حل المشكلة في إطار قومي وهم يأتون بحكومة حزبية تمثلها 4 أحزاب، كل حزب لا يتجاوز عضويته 17 شخص؟ حديثه عن الطريق القومي لم يكن يعني أن طريق البحر الأحمر هو فقط قومي، فالخرطوم أيضا عاصمة قومية، والجيش السوداني جيش قومي. إغلاق طريق القيادة العامة وطرق الخرطوم أيضا هو إغلاق لطريق قومي، هذه واحدة. الثانية يتحدث عن يجب أن نطالب بأساليب جيدة. ما هي هذه الأساليب؟ الأسلوب الذي اتبعناه هو الثقافة التي أرستها ثورة ديسمبر المجيدة، إغلاق الطرقات وإشعال اللساتك. ألم تقل حكومة قحط إن المجد انتهت الدقيقة اللساتك واشتعل؟ نعم. إغلاق الطرق العامة لا يختلف. نقطة أخيرة، موضوع إن لا يتعارض مع حقوق الآخرين. وحديثه أيضا عن سحب الخيمة وحزب الأمة، بالرغم أنه لا أريد أن أتعرض لهذا الأمر، لكن حزب الأمة هو من لا يدخل في زمني. رجاء لو سمحت لي أن أكمل. هو حزب هو غير حزب، غير كيان، غير جهوي، وفي وعاء جامع لكل السودانيين. أنا أتحدث معك وأنا من غرب السودان في حزب لو سمحت قطع حديثي، يمكن أن أكمل. جهوية هذا الأمر، نحن نتحدث عن إمكانية ممارسة الأحزاب السياسية الموجودة في الشرق تصديحا للحقوق. هذا الكلام خاطئ يا أستاذ، دعني أكمل نقاطي لو سمحت. طب دعه يكمل، انتهى الوقت، بس يلا من مدى. تفضل. هذا كلام فارغ. حتى يعني الاستقلال السودان، الانتصارات للثورة المهدية كلها كانت في شرق السودان من الأمير عثمان دقنة. أما ما يتعلق ببقية الحروب 90% منها كانت عبارة عن هزائم، وهذا كلام فارغ. النقطة الأخيرة ما يتحدث عنه عن تفويض العسكر وما إلى ذلك، نحن لا ننحاز للعسكر ولا نرفض المدنيين، لكن لولا هؤلاء العسكر لما كان الآن يستطيع أن يجلس على سدة الحكم. العسكر انحازوا لمطالب الشعب السوداني، هذه نقطة تدفعنا لأن نطلب منهم الانحياز لمطالبنا، هذه نقطة. النقطة الثانية، العسكر ليسوا النقطة الأخيرة، لم يأتوا بحكومة فيها حزب جمهوري. نقطة أخيرة. نحن لا نرفض المدنيين، نرفض الأحزاب، نرفض الحكومة الحزبية للمدنيين. طيب. هذا ما نرفضه. أما حديثه عن الاستقلال، نحن من حرر السودان في حالة الناظر، الانحياز واضح في حالة الناظر ترك، مع احترامنا له، هو كان يجب أن يقف على مسافة واحدة بين المدنيين والعسكريين كما أحدنا الإدارة الأهلية على طول. لا علاقة لترك بين المدنيين والعسكريين، تقود الأجاويد ألا ترك الآن ترك له مطالب، لا علاقة له بالعسكريين والمدنيين. الإدارة الأهلية بحكم القانون الذي ينظمه وزارة الحكم الاتحادي، الإدارة الأهلية لها مجالها ولها لها طيب. واجباتها معرفة بالقانون وبالعرف المتوارث، وليس من ضمن هنا. خلاص نتوقف هنا. أنتم موجودين اثنيناتكم بالخرطوم، كملوا الحوار. من ضمن ما انتهى الوقت، لا تبقى في الحيز فيه أنت. الإدارة الأهلية يجب أن تبقى حكما بين الناس. رئيس حزب الأمة القومي، يجب أن تطالب بحقوق شعبها وعضو مجلس التنسيق والتنسيق في قوى الحرية والتغيير، وأيضا من الخرطوم أمين التنظيمات السياسية للمجلس الأعلى لنظارات البجا سيد علي أبو آمنة، شكرا لكما. سد الحدث متواصل فيه بعد الفاصل. في أعقاب مقتل طفلين وإصابة 5 بباليستين حوثي تنديد أممي، واليونيسف تصفه بالعدد الأكبر منذ شهور.
التحالف الدولي يعتقل قياديين من داعش ونساء بإنزال جوي في ريف الرقة ومقتل مدني في الدهم. الانتخابات العراقية، أحمد الحمداني من أربيل على الحدث. طبعا ما زلنا في ساعتنا الأولى من استوديو الحدث في الملفات المختلفة، إلى التطورات المتعلقة باليمن والمجازر التي ترتكب بحق اليمنيين تحديدا في مأرب. مع تصاعد العنف في محافظة مأرب في اليمن وفي أعقاب مقتل طفلين وإصابة 5 آخرين بثلاثة صواريخ باليستية على حي الروضة السكني في مدينة مأرب، أكدت منظمة يونيسف أن الهجمات على المدنيين من بينهم الأطفال في اليمن تعد خرقا للقانون الإنساني الدولي. وأكد المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان مقتل طفلين شقيقين يبلغان من العمر 2 و4 أعوام، كما أفادت تقارير بإصابة 5 أطفال آخرين أحدهم يبلغ من العمر 7 أشهر وبعضهم في حال خطرة. وأضاف المدير أن هذا أكبر عدد من الأطفال يبلغ عن مقتلهم أو إصابتهم بجراح في المنطقة خلال شهور من القتال العنيف في المدينة وفيما حولها، وشدد على أهمية الحفاظ على أرواح الأطفال في الأوقات كافة وتحديدا أثناء النزاع. وفي هذا السياق ناشدت منظمة يونيسف أطراف القتال كافة في مأرب وفي كل أنحاء اليمن وأولئك الذين لهم تأثير عليهم العمل على حماية هؤلاء الأطفال. اليوم ميليشيات الحوثية الإجرامية ترتكب مجرى بحق الشعب اليمني، بحق الأطفال، بحق الساكنين، بحق الآمنين النازحين الذين هربوا من ميليشيات الحوثية من بلادهم، وإذا بهم تتعقبهم إلى هنا إلى داخل مدينة مأرب، مأرب الآمنة المكتظة بالسكان، أكثر من 2 مليون نسمة، وتقوم إذا ضربت في الجبهات وإذا هزمت وإذا كسرت من الرجال إذا بهم يرجعوا يضربوا صواريخ باليستية على بيوت الساكنين الآمنين. فندعو المنظمات والتي لا نؤول عليها أن تقف إلى جانب الشعب اليمني، حقوق الطفل، حقوق المرأة، حقوق الإنسان، إن كان لديهم إنسانية أن ينظروا إلى هؤلاء الأطفال، ماذا ارتكبوا، ماذا عملوا من جريمة حتى يقتلوا بهذه الطريقة الوحشية الإجرامية. إن كانوا رجال فرجال الرجال منتظرين لهم في الجبهات، فليذهبوا إلى هناك، يدعوا مأرب آمنة، يدعوا مأرب ساكنها آمنة، وليتفضلوا الجبهات.
الحوثي استهدف الأطفال والنساء فوق الغداء وهم آمنين ما بهم أي ذنب. إحنا بنتغطى وإذا بالحوثي صاروا خير يضربون على المدنيين، أصابوا المدنيين وفزعوا الناس وخربوا البيوت قتل بعض الأطفال وجرحنا النساء. ولو في الشجاعة الحوثي لا يضربش المدنيين في الأحياء السكنية، يضرب الناس في الجبهات ويقاتل في الجبهات قتال الرجال. هذا وعبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لقيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف حي الروضة السكني شمال مدينة مأرب بثلاثة صواريخ باليستية إيرانية الصنع. وقال الإرياني أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والأحياء السكنية في مدينة مأرب عمل انتقامي جبان يعكس فشل ميليشيا الحوثي الإرهابية في تحقيق انتصار ميداني. واستغرب وزير الإعلام اليمني استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إزاء هذه الهجمات الإرهابية. من القاهرة الصحفي الحقوقي همدان العلي، أهلا بك أستاذ همدان. هذه ليست أول مرة الحوثيون يرتكبون فيها مجازر بحق المدنيين، الضحايا كثير منهم أطفال نساء، كيف تتحركون حقوقيا على هذا الصعيد لحماية الأطفال على الأقل؟ نعم، بداية كما قلت هذه ليست الجريمة الأولى. ربما يتذكر اليمنيين والعالم جريمة تفجير منزل علي الحبيشي في صعدة في 2011 وبداخله حوالي 16 طفل وامرأة وهم أحياء وتم دفنهم وهم أحياء، وهذه حقيقة حادثة يعرفها أبناء صعدة ويعرفها اليمنيين جميعا. ومنذ تلك الفترة حتى اليوم وهذه الجماعة تمارس هذه الجرائم في حق الطفولة، لكن للأسف دون ما موقف حقيقي رادع لهذه الجماعة. على المستوى الحقوقي لا أخفيك يعني هناك قصور كبير لأسباب متعلقة بقدرة المنظمات الحقوقية المستقلة على الوصول وتوفير احتياجاتها للوصول وإيصال صوتها للمجتمع الدولي، إضافة إلى إلى أن وجود معظم المنظمات الفاعلة أو التي كانت فاعلة في اليمن داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وبالتالي هي لا تستطيع أن تمارس عملية الرصد بشكل دقيق وواسع. وهناك يعني هموم ومعوقات تقف أمام الأطراف التي تواجه الحوثيين، لكن هذا لا يعني أن هذه الأطراف لا تتحمل مسؤولية يعني إيصال الصوت وإيصال المعاناة. هناك ضعف حقيقة. متابعتك وأنت يعني مختص في المسائل الحقوقية، هذا الاستهداف المبرمج للمدنيين وعادة الضحايا من الأطفال ومن النساء، ما الهدف من وراء هذه الهجمات الحوثية؟ الحوثيون يضعون اليمنيين أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تقبلوا بأن تحكمكم هذه الجماعة، وعندما نقول أن تحكمكم هذه الجماعة فنحن لا نتحدث عن أي نظام حكم، وإنما نظام يأتي ليغير عقيدة وهوية اليمنيين. وبالتالي إما أن تقبلوا الإبادة، إبادة الهوية أو الإبادة الثقافية، وإذا رفضتم ذلك فعليكم أن تستقبلوا صواريخنا وأن تدخلوا في سجوننا وأن يعني يتم إبادة الناس جسديا كما هو يحدث الآن. الذي يحدث هو تصفية بصريح العبارة. الإشكالية أخي العزيز هو أن المجتمع الدولي بالذات منظمة اليونيسف هذه التي أصدرت البيان اليوم، وهو بيان يعني نشكرها عليه، لكن للأسف هذه المنظمة يعني أو مكتب منظمة اليونيسف في اليمن تحديدا يستلم أو يحصل على أكبر ميزانية
لمنظمة اليونسف في العالم، بمعنى المكتب الموجود في اليمن يحصل على أكبر ميزانية من بين مكاتب اليونسف في العالم من أجل حماية الأطفال اليمن بين قوسين، لكن هذا الأمر لم يحدث. ولو كانت المنظمة تقوم بدورها الحقيقي منذ بداية الحرب لما تجرأ الحوثيين على ارتكاب هذه الجرائم. يعني نحن نتحدث عن جرائم بين الوقت والآخر تصيب أطفال، سواء بالألغام أو تجنيد الأطفال أو الصواريخ. ولماذا هذا الصمت الدولي يعني مختلف إزاء هذه الجرائم إذن بحق الأطفال وحق المدنيين؟ هناك تخادم بين المنظمات الدولية أو مكاتب المنظمات الدولية الموجودة في اليمن وبين الحوثيين. المنظمات الدولية تحرص على المنح التي تحصل عليها تحت لافتة مساعدة اليمنيين، والاصطدام بالحوثيين قد يعرض يعني قد يجعل العاملين الدوليين يخسرون أعمالهم في اليمن إذا وصل الناس إلى عدم جدوى ومصداقية هذه المنظمات. وإضافة إلى أن المنظمات بطبيعة الحال الدولية لديها حساباتها السياسية وتخدم أجندات دولية وتسير وفق ما تقرره بعض الدول العظمى، وهذه حقيقة يعني يجب أن نصارح أنفسنا ونصارح المجتمع الدولي بها. صحيح هناك منظمات تقدم مساعدات ويجب أن تستمر في تقديمها لليمنيين، لأن اليمنيين يعيشون ظروف صعبة جراء الحرب وجراء التجويع المتعمد التي تمارسه هذه الجماعة منذ 7 سنوات. لكن بطبيعة الحال هناك أموال ضخمة تقدم من أجل تنفيذ يعني إجراءات، ليس فقط مساعدات وإنما إجراءات لحماية الإنسان اليمني وحماية حقوق الإنسان في اليمن، لكن هذا الأمر لم يحدث. المفوضية السامية لحقوق الإنسان على سبيل المثال تتماهى بشكل كلي مع جماعة الحوثي، وبحكم أن مكتبها موجود في صنعاء لا تقوم بدورها بشكل صحيح في عملية الرصد. يعني مثل هذه الجرائم بطبيعة الحال كان من المفترض أن يكون هناك دور حقيقي وفعال لإيقافها منذ وقت مبكر، لكن الأمر لم يحدث ويكتفوا بين الوقت الآخر تحت الضغوط المجتمعية. يعني مثل هذا البيان الذي صدر لم يتم إصداره إلا بعد الضغوط المجتمعية، وإلا لن يقوموا بإصداره، وبالتالي هي تتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية أمام المجتمع اليمني وأمام العالم. شكرا من القاهرة الصحفي والحقوقي همدان العلي، شكرا لك. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التحالف الدولي اعتقل 2 من قيادات تنظيم داعش في ريف الرقة. وأوضح المرصد أن قوات التحالف نفذت عملية إنزال جوي في قرية شنينة في ريف الرقة واعتقلت عنصرين من داعش إضافة لعدة نساء. كما أشار المرصد إلى مقتل مدني أثناء وجوده قرب الموقع تزامنا مع عملية الإنزال والدهم. هذا وأعلن الجيش الأمريكي أن القائد البارز في تنظيم القاعدة الذي قتل في غارة جوية في منطقة إدلب قبل أيام هو سليم أبو أحمد. إيجاز لكل هذه التطورات مع رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان من مدينة كوفنتري في بريطانيا. رامي، إذا نتحدث عن مقتل القيادات سواء في داعش أو في القاعدة، إذا سمحت يعني هيك موجز لكل هذه التطورات. نعم، صباح الخير. طبعا قيادات القاعدة قتلوا في إدلب والجميع يعلم، وحتى لو أرادت تركيا أخفاء ذلك، بأن هناك قيادات من القاعدة موجودة في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام. التحالف الدولي يتحدث عن قائد بالقاعدة لا أعلم من هو، سليم أبو أحمد. حقيقة الأمر الذي نعلمه بأن هناك كان يمني وتونسي في السيارة التي استهدفتها الولايات المتحدة الأمريكية بطائرة مسيرة في إدلب ما بين إدلب وبنيش، وأيضا كان هناك استهدافات لقيادات سابقة. ولكن بالنسبة لما جرى من عملية إنزال التحالف الدولي واعتقال قياديين بتنظيم داعش، حقيقة الأمر ليست العملية الأولى من نوعها. العمليات تمتد من مناطق شرق الفرات أو شرق دير الزور، وتحديدا المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. كان هناك قبل أيام عملية إنزال، وأيضا في الحسكة قبلها كانت عملية إنزال، وأيضا ما جرى يوم أمس الأول في شمال الرقة في قرية شنينة عملية إنزال أدت لاعتقال قياديين من تنظيم الدولة الإسلامية. مع كل هذا الشيء يدل بأن هناك خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية يتواجدون بشكل كبير جدا في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وعندما انهار التنظيم نعم، اعتقل نحو 10,000 أو 12,000 من عناصر التنظيم، ولكن هناك الآلاف الذين تحولوا إلى خلايا
ولا يزالون يحلمون بإعادة نشاطهم في شرق الفرات مثل ما ينشطون الآن في البادية السورية، وينفذون عمليات تستهدف قوات النظام والمجموعات الموالية لروسيا في عمق البادية السورية. بس هل الحديث هنا إذن عن قيادات من العيار الثقيل، يعني بمعنى أنه قد تكون ضربة موجعة سواء لداعش أو للقاعدة، أم اعتدنا أن يكون يعني التنظيم قادر على أن يملأ الفراغ؟ لا الفراغ من بعد ما قتلت الرموز التنظيم سواء القاعدة أو تنظيم داعش، هناك قيادات مجموعات حتى لو كانت سابقة من الصف الأول أو الثاني، هي باتت قيادات مجموعات تعمل في تلك المنطقة. هناك مخبرين يعملون مع التحالف الدولي مع قوات سوريا الديمقراطية يساهمون في ذلك، ولكن بالنسبة لإدلب ثق تماما. هناك اعتقالات قامت بها هيئة تحرير الشام لشبان قالت بأنهم يعطون أحداثيات للولايات المتحدة الأمريكية مقابل الحصول على أموال، وأيضا يضعون شرائح من أجل استهداف قيادات تنظيم القاعدة في إدلب. نعم، طب هل الحديث هنا إذن عن عودة نشاط لهذا التحالف بعد أن يعني دعني أقول خمد بعض الشيء في الـ في الـ في الـ في الأيام الأخيرة؟ وقد يعمل بشكل أكبر في المستقبل القريب أو المستقبل البعيد، لأن هناك من يريد أن يحرك هذه المجموعات التي تستخدم في حين الطلب، عندما تطلب تستخدم سواء في شرق الفرات أو غربه، سواء يقال بأن هناك تركيا أو مجموعات موالية لتركيا اعتقلت قيادات أو عناصر من تنظيم داعش في مدينة الباب بالتزامن مع وجود عناصر من داعش من دير الزور وغيره متواجدين داخل قوات الجيش الوطني بالأسماء لدينا، ويقاتلون مع القوات التركية في رأس العين التي يمر سنتين على احتلالها من قبل تركيا هذه الأيام وأيضا في عفرين. شكرا لك من مدينة كافنتري في بريطانيا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. وسجل الحدث متواصل فيه بعد الفاصل. الإعصار شاهين ينحسر تدريجيا ويتحول عاصفة مدارية، والمنخفض يتركز في محافظة الظاهرة. معتز العبودي من كربلاء على الحدث. ساعتنا الأولى من استوديو الحدث إذن، وما زالت الأبصار نحو الإعصار، إعصار شاهين الذي يضرب عمان. تحول الإعصار شاهين الذي يضرب شواطئ عمان إلى عاصفة مدارية وتراجعت قوته، وأشار المركز الوطني للإنذار المبكر إلى تمركز المنخفض المداري في محافظة الظاهرة حاليا،
وتتجه العاصفة إلى محافظة مسنم شمال السلطنة وإلى المناطق الشمالية من الإمارات. هذا وأفاد موفد الحدث إلى المنطقة الشرقية من الإمارات باستقرار الأجواء وانخفاض مستوى الأمواج، وأضاف أن فرق الطوارئ والأزمات في حالة تأهب للتعامل مع أي تطورات. هذا وقد أنقذ سلاح الجو السلطاني 4 مواطنين من ولاية الخبورة في عملياته المتواصلة للبحث والإنقاذ في مناطق وفي أيضا قرى في محافظتي شمال وجنوب الباطنة بسبب جريان الأودية والشعاب جراء إعصار شاهين. ونفذت قوات إذن السلطان المسلحة عددا من عمليات الإغاثة والإنقاذ، وشقت إعادة عدد من الطرق الرئيسية لتسهيل عمليات دخول ونقل المواد التموينية والمساعدات الإنسانية للمواطنين والمقيمين. من مسقط معي الرائد محمد الهشامي المتحدث باسم المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، أهلا بك. هل ما زلتم تواصلون عمليات إنقاذ، يعني في أناس ما زالوا في حاجة إلى إنقاذهم جراء الإعصار؟ نعم، حياك الله أخي العزيز. طبعا حتى الآن أيضا هنالك عدة بلاغات لفقدان بعض الأشخاص، وأيضا بلاغات لتقديم المساعدة لإخراجهم من المنازل التي حاصرتها المياه جراء الأنواع المناخية التي تعرضت لها السلطنة في الآونة الأخيرة. طبعا اليوم تم تسجيل أيضا 7 حالات وفاة جديدة بالإضافة إلى 4 السابقة، مع وجود أيضا بلاغات لفقدان أشخاص في محافظة شمال الباطنة، ولا تزال أيضا فرق الإنقاذ والبحث قائمة بدورها من أجل العثور. هل كل البلاغات التي تلقيتموها تعاملتم معها واستطعتم يعني الوصول إليها، أم هناك حالات مستعصية حتى اللحظة؟ نعم طبعا، نحن نتكلم عن مسيض وارتفاع للمياه، مناسيب المياه لدرجات كبيرة، يعني فرق الإنقاذ وصلت إلى البعض، والبعض أيضا يتم استخدام وسائل أخرى للوصول إليه كالطائرات. وكافة هذه البلاغات يتعامل معها وفق أولوياتها في القادم بإذن الله تعالى. طيب أي مناطق حاليا ما زالت هي الأكثر تضررا في عمان جراء الإعصار؟ نعم طبعا، محافظة شمال الباطنة ومحافظة جنوب الباطنة هي الأكثر تضررا من جراء طبعا المياه التي غمرت المنازل وارتفاعها إلى مستويات كبيرة. حاليا أيضا محافظة الظاهرة تتعرض لهطول أمطار من جراء المنخفض المداري، ربما في قادم الوقت يكون هناك أيضا جريان لأودية، وبالتالي هذه الأودية أيضا ستؤدي إلى ارتفاع مناسيب المياه في بعض المناطق المنخفضة. هل الأضرار يعني والتداعيات الناجمة فاقت القدرات المتاحة لكم للتعامل مع هذا الإعصار، أم ما زالت الأمور تحت السيطرة وإن شاء الله بإذن الله يعني قادرون على إنقاذ كل حالة تبليغ؟ الأمور إن شاء الله تحت السيطرة، وكل الفرق الميدانية والقطاعات الأساسية التي تعمل وفق المنظومة الوطنية هي في الميدان، وهنالك تقييم مباشر للأضرار وللأولويات، وخلال قادم الوقت إن شاء الله سيكون هنالك أيضا انحسار للمياه في الأماكن التي تأثرت من خلال نزول الأمطار وجريان الأودية في الفترة السابقة. شكرا لك من مسقط الرائد محمد الهشامي المتحدث باسم المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة.
انتهت ساعتنا الأولى من استوديو الحدث، فتحنا فيها عددا من الملفات وفيناكم طبعا كل الأخبار العاجلة والمستجدة. من الأخبار العاجلة ما نقلته مراسلتنا في السودان عن إصابة عدد من عناصر الأمن في اشتباك مع مجموعات مسلحة. أبقينا عيوننا أيضا على التطورات المتعلقة بإعصار شاهين الذي بدأ ينحسر في عمان، وبدأنا أيضا في تطورات ميدانية في السودان. دقائق معدودات ونبدأ الساعة الثانية على أن نفتح فيها ملفات أخرى، منها العراق والتحضيرات على قدم وساق لإجراء الانتخابات بعد أيام معدودات. وبعد دقائق معدودات ساعتنا الثانية. على مدار الساعة صراعات وتحالفات، شعوب وحكومات، خطوط تغيرت، أسرار كشفت وعناوين برزت، أحداث متسارعة تدفعنا للبحث عن تفاصيلها. عند لحظة حدوثها هي الواقع الذي نعيشه. فدمع تعقارب الساعة تتسابق، نحن وأنتم معها مستمرون وملتزمون بنقل الخبر وكل ما يدور من حوله. قبل كل شيء نبحث وندقق، ننظر للمشهد من مختلف الزوايا، نحلل تفاصيله، نتعمق لنرى الحقائق، لنكشف كل ما يدور من حولها، نربطها بأحداث مختلفة. تمتد من الماضي، ترسم الواقع وتنعكس على المستقبل. نعيد الشريط من أوله. تكتمل الصورة. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الحدث. الحدث هنا مكانه وزمانه. هل ستكون هناك ضربات أمريكية على هذا الفصيل؟ قضية سداح مداح، ورح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأخرى. مش هنقدر نخليها تمر هذه الكلمة مرور الكرام. إيران فيها مشاكل عدة، وهنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين، نار الميليشيات ونار داعش. نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان. أنا شاعر، بيتي شاعر، العالم كله شاعر. ما صرف اليوم من أموال في البومبان هو قمع لحرية الشعب السوداني، والثورة مستمرة. تحديات أمنية واقتصادية وسياسية، واحتجاجات شعبية طالبت بالتغيير، تحالفات وائتلافات، توترات وخلافات، وأكثر من 40 مليون عراقي ينتظرون الحلول والفرص. كل ما يخص الانتخابات العراقية من تحليل ورصد ومتابعة وقراءة للواقع العراقي بكل تفاصيله. الانتخابات العراقية من السبت إلى الخميس 7 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث.
مجلس النظارات البجا يعلن العصيان المدني الشامل في الشرق والتشاور لإعلان حكومة إقليم من طرف واحد. في أعقاب مقتل طفلين وإصابة 5 ببالستي حوثي، تنديد أممي واليونيسف تصفه بالعدد الأكبر منذ شهور. تحشيد عراقي قبل الانتخابات وتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال وحل البرلمان نفسه. الجيش الفرنسي يؤكد أن إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام طائراته العسكرية لن يؤثر على عملياته في الساحل. وفد الحكومة الليبية في اللجنة العسكرية المشتركة يكشف أن خطة ترحيل المرتزقة ستكون على مرحلتين. مسرحية التنفيسي تلجأ إلى الشارع بعد منع الرقابة عرضها، والأمن العام يستدعي المخرج إلى التحقيق. أهلا بكم إلى ساعتنا الثانية من استوديو الحدث التي أيضا نفتح فيها عددا من الملفات، نوفيكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة. والبداية من العراق. أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن أكثر من 250 ألف عنصر أمن سيتولون تأمين مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد في الانتخابات البرلمانية في العاشر من هذا الشهر. وقال نائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري إن الشوارع ستكون مفتوحة ولن يكون هناك حظر للتجوال، وأضاف أن قوات الأمن دخلت في حالة الإنذار القصوى ووضعت قوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة على أهبة الاستعداد لأي طارئ. في الموازاة، أعلنت جامعة الدول العربية مشاركتها في مراقبة الانتخابات وأنها ستقوم بالتنسيق والتواصل مع المراقبين على مدار يوم الاقتراع. إذن ما زلنا في سياق الحديث عن يعني إجراءات المتبعة عراقيا لتأمين هذه الانتخابات وإنجاحها. قبل 6 أيام إذن من الانتخابات وثلاثة أيام على حل البرلمان نفسه وتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال يومية، تواصل الأحزاب والكتل السياسية العراقية استقطاب أكبر عدد من المؤيدين قبل الانتخابات. فعلى مستوى البيت الشيعي يواصل كل من نور المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون وعمار الحكيم زعيم تحالف قوى الدولة وهادي العامري زعيم تحالف الفتح جولاتهم الانتخابية لحشد أكبر عدد ممكن من المؤيدين لهم. أما على الجانب السني فإن رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي يسعى للفوز بعدد أكبر من المقاعد التي تؤهلهم لتكوين الكتلة الكبرى داخل البرلمان المقبل. في إطار تنافسه مع زعيم تحالف عزم خميس الخنجر المدعوم من تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وميليشيا الحشد بمن فيهم رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، واصل في الأيام الأخيرة جولاته في محافظات سنية، لكنه لم يعني تكن سابقا من مناطق نفوذه التي هي محافظة. هذه الجولات أثارت حفيظة منافسي في تلك المحافظات وبالذات صلاح الدين التي يعدها زعيم حزب الجماهير الوطنية النائب أحمد الجبوري منطقة نفوذه وحده، فيما بدا كل من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتابعان أدق التفاصيل لإنجاح الانتخابات على المستويات كافة. ورغم أن صالح والكاظمي ليسا مرشحين على نحو مباشر، لكنهما يدافعان عن وجودهما السياسي عبر العودة إلى ولاية ثانية، ولاية تحددها التحالفات السياسية بين الكتل والأحزاب. أول شيء أنا ما صوت لحد الأسباب يعني عديدة. أول سبب من عندهم ماكو بيئة آمنة حتى واحد يأمن على صوته ينطي لأحد. أول شيء لازم تتوفر البيئة مناسبة للانتخابات بعدين الشخص ينتخب أكيد.
لا يتصور المواطن العراقي أنه في ليلة يوم أنه يكون هناك تغيير حقيقي في الواقع السياسي العراقي، لا نحتاج إلى سنوات. والله بالنسبة للانتخابات هي هواية وجوه جديدة، بس بالنسبة للرأي الشخصي أنا لحد الآن ما أمنح الثقة لأحد. هاي من 2014 ولحد الآن يقولون راح نقضى على الفاسدين وكل شيء، ماكو يا حاج رحمة لوالدك، والله تعبنا ماك شوف احنا عماله ومنتهين فدنوب يعني. ابدا كلها نفس السابقات، الكتله الاكبر والكتله الاصغر والكتله الاوسط، وبالتالي كل شيء ما نحصل. والله ما صوت لاي واحد، يعني دائما نصوت وننتخب ونسوي بعدين يطلع لنا واحد يعني ياخذ الجمل يقولون بما حمل. من بغداد امين عام حزب الخيار العربي والمترشح طبعا عن الحزب التقدمي الوطني عبد الكريم أبطان، ومن بغداد أيضا كرم الخزعلي عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطنية. أهلا بكما دكتور أبطان. بداية كيف يعني في نظرك الآن تسير الأمور بخصوص الانتخابات، ونتحدث عن هذه الجولات وطرائق يعني المنافسة المتبعة حتى اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخ محمد ولقناتكم الكريمة وجمهوركم الكريم وضيفك الكريم. حقيقة الأمر احنا الآن في العد التنازلي، يعني بقت أيام على موضوع الانتخابات وتحسم المعركة بإذن الله تعالى، ويختار الشعب العراقي من اختاره وهو لديه حرية الاختيار. وأتمنى أنه شفت من خلال تقريركم الكريم بأنه أكثر المتحدثين هم لا يشجعون على الذهاب إلى الانتخابات، وهذه مشكلة حقيقية. احنا ندعو الشعب العراقي للذهاب للانتخابات والتغيير من خلال صناديق الاقتراع. ليش؟ بمعادلة بسيطة، لانه احنا كانت عندنا تجربة 2018 تجربة قاسية، كان هناك عزوف من الانتخابات وحدث الذي حدث وخاصة في قضايا التزوير. اذا على الشعب العراقي ان يذهب ويختار الاصلح، هذا جانب. جانب الاخر، في امور الان افضل من سابقاتها من 2005 لحد هذه اللحظة من الانتخابات حقيقة. أولا المفوضية حازمة وجادة، وهم ناس مهنيين وقضاة ومؤدين اليمين الدستوري قبل أن يجوا إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فجانب الثقة متوفر الآن. شيء ثاني، أكثر من 55% إلى 60% الناس أخذت البطاقة البيومترية، والبطاقة البيومترية لا يجوز أن ينتخب أي شخص إلا من خلال حضوره كبصمة يد ووثيقة وإلى آخره. وجود الأمم المتحدة، وجود الجامعة العربية الآن للمراقبين الكيانات، الإعلام الآن، الفتاوى، كلها تدعو للذهاب للانتخابات. حتى بعد الانتخابات نؤسس لدولة مدنية قوية بها سيادة قانون وبها حق وبها عدل وفيها انصاف حقيقة الأمر، وفيها أيضا تأتي الحكومة أن تضع في برنامجها الحكومي معاناة أهلنا اللي إحنا نعاني في مناطقنا، وراح إن شاء الله نثبتها بالبرنامج الحكومي اللي هم المعتقلين والمغيبين وقانون العفو العام وقوانين أخرى بها مصلحة للعراقيين من شمال العراق إلى جنوبه. فإذا لا خيار لنا، التغيير يجي عن طريق ثلاث شغلات، يا أما يجي بقوة السلاح وهي مستحيلة الآن في هذه الظروف، أو يأتي عن طريق المظاهرات وطلعوا الشباب ثوار تشرين الأبطال وأنطوا شهداء وضحايا والأمور وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، أو التغيير عن طريق صناديق الاقتراع. وصناديق الاقتراع هي من ستؤسس إلى عمل جديد وعمل مؤسساتي ودولة بها سيادة قانون وحق وعدل وانصاف. هذا الانتخابات المبكرة أعطتنا إشارة بأنه في خطأ واضح في الانتخابات التي مضت، وسنؤسس لشيء صح في الانتخابات المقبلة. فالأمور ممتازة، البيئة الآمنة الآن أفضل، والدليل على ذلك كل انتخابات كانت أوصال العراق متقطعة، كانت تفجيرات تصير بالانتخابات، كان منع تجوال، كانت الناس تخاف طيب تذهب إلى الانتخابات خاصة بالريف. الآن الوضع اختلف، البيئة الآمنة توفرت، شعب العراق عليه أن يذهب. أستاذ كرم، الآن بنظرك وأنتم يعني طبعا أنت عضو في الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني، ما الذي قد يميز هذه الانتخابات عن السابقة؟ الكثير ينتقد الانتخابات السابقة، الآن هناك من هو متحمس لهذه الانتخابات المقبلة، ولكن هناك من هو متخوف ومن الآن يقول إن عمليات تزوير ستشوبها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكم ولقناتكم الموقرة وضيفك الكريم وكل من شاهدنا من خلال شاشة التلفاز. في الحديث عن موضوعات الانتخابات المبكرة، يعني اليوم نتحدث عن وضع انتخابي مختلف اختلافا جذريا عن الانتخابات السابقة وما سبقها من انتخابات. يعني نتحدث عن قانون انتخابات مختلف، نتحدث عن وضع انتخابات ودوائر انتخابية مختلفة، نتحدث عن واقع انتخابي جاء بعد تغيير للحكومة وبعد احتجاجات شعبية وبعد تغيير لمفوضية الانتخابات. اليوم نحن في تحالف قوى الدولة الوطنية نرى ونجد بأنه التغيير هو عن طريق صناديق الاقتراع، وجميعنا مؤمنون بما ستفرزه صناديق الاقتراع. فضلا عن هذا، بأنه اليوم نتحدث عن هنالك يعني مطلب جماهيري ومطلب شعبي، مطلب مرجعي، هنالك دعم أممي ويعني ارتياح دولي، هنالك دعم إقليمي لإقامة هذه الانتخابات في الموعد المحدد. فضلا عن كون أن هذه الانتخابات يعني قلنا بأنه أهميتها تكمن بأنه جاءت بعد احتجاجات شعبية، بالتالي هنالك اختلاف في هذه الانتخابات عن سابقاتها. نعم أتفق معك، هنالك اختلاف من حيث قانون الانتخابات، من حيث الدوائر المتعددة، من حيث حتى مفوضية الانتخابات قد غيرت عن المفوضية السابقة. أما أنه عزوف المواطنين عن إداء الانتخابات فلن يضر الكتل السياسية، هذا سوف يضر المواطن نفسه. ونحن نأمل، نحن في تحالف قوى الدولة نأمل ونشجع المواطن على الإقبال إلى نحو صناديق الاقتراع، ولعله رسالة المرجع الأعلى الإمام السيستاني قال فيها بأنه وجوب وضرورة المشاركة في الانتخابات والمشاركة الفاعلة والفعالة والاختيار الأنسب والأفضل. هذا من جانب. من جانب آخر، يعني قلنا بأنه هذه الانتخابات بوضعها وبكل ما متبنياتها وكل ما موجود فيها هي مختلفة، وأجزم لك قاطعا لربما سيكون أفول لوجوه سياسية كانت متواجدة منذ 2003 إلى اليوم، سوف يكون أفول لهذه الوجوه وصعود وجوه جديدة نأمل ونستبشر بها خيرا. يعني دائما ما كنا نقول نحن في تحالف قوى الدولة لدينا نظرة بأنه عندما يعني تعتلي هذه المناصب ويتمكن الشباب. قبل ما أعود إلى الأستاذ يعني عطان، أنت قلت نقطة أنه أفول لوجوه قديمة وصعود لوجوه جديدة، ما الخطأ إذا كانت هناك وجوه قديمة مخضرمة لكن قادرة يعني على إدارة الأزمة والمساعدة على النهوض بالعراق، بدلا من أن تأتي وجوه جديدة ربما حتى لا تعرف بعض بنود الدستور العراقي يعني على غرار بعضهم؟ يعني الجميع يتعلم، نحن في مدرسة الحياة وفي المدرسة السياسية الجميع في مرحلة التعلم، والجميع هم تلامذة وطلاب، فليست مثلبة إذا أراد السياسي الذي يدخل المعترك السياسي ويدخل العملية السياسية أن يتعلم ويستفيد من أخطاء الآخرين. اليوم هنالك نفور من الجماهير بسبب يعني وجوه سياسية متواجدة يعتبرها البعض وجوه مخضرمة، يعتبرها البعض لديه نفور منها. فأنا أجزم لك قاطعا من خلال حديثنا واتصالاتنا وارتباطنا بالجماهير نجد بأنه هؤلاء يريدون إزاحة هذه الطبقة وصعود طبقة جديدة شبابية يعني قادرة على قيادة المرحلة. من الوجوه المخضرمة بالمناسبة، على كل حال أعود إلى الأستاذ عطان مرة مع جل احترامي، جل احترامي لضيفك الكريم، أنا لم أسيء إليه ولم أسيء إلى أي شخصية أجرح. ولكن أقول بأنه في هذه الانتخابات من أهم المتغيرات التي ستحدث بأنه هنالك إقبال جماهيري سيكون، والسبب الرئيسي بإقبال الجماهير هو تغيير هذه الوجوه المخضرمة. طيب لم أسيء لشخص معين، إنما أقول بأنه أهمية هذه الانتخابات تكمن بأنها جاءت بعد احتجاجات، جاءت هذه الانتخابات بعد تغيير لمفوضية طيب. الانتخابات أستاذ عبد الكريم. بعد تغيير للحكومة. بس سأعود إليك أستاذ عبد الكريم، يعني رأيك فيما قيل الآن أنه يعني على الأقل ترك الآن الساحة لهذه الوجوه الجديدة الشبابية لكي تظهر، ردك على ذلك؟ ويعني ما رأيك في أن يعني تعود أنت أيضا مرشحا إلى هذا المشهد؟ أستاذ محمد، الموضوع خلي الناس تفهمه، يعني أكو فرق بين الأجندات والبروباغندا الدعائية وبين الأساس العملية السياسية. أنت تعرف جنابك
إذا ترجع إلى الدورات الانتخابية الأربعة راح تلقى نسبة التغيير بها لا تقل عن 75%، يعني وجوه جديدة. العلة مو بالوجوه، مع وطبعا أكو ناس بها خطأ وأكو ناس بها صح، لكن العلة بالمنهج والسلوك. إحنا المنهج العملية السياسية بني على أساس خاطئ. أنا يروح جيب ليهم كلهم جدد وتجي تشتغل لي الآن بسنة وشيعة وكراد ومسيح، زين شنو راح تسوي؟ مجلس النواب إحنا ما ندخله إذا ما نتفق على رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مرشح الكتلة الأكبر. فالشغلة مو بشغلة إحنا على واي يجونا جدد، يا ريت ويجون جدد ويجون قدامة، بس جيب لي نزيه ونظيف ووطني وشجاع ويعرف يدافع عن أهله وناسه ولديه خبرة ومن حملة الشهادات وعليه تاريخ وطني وتاريخ سياسي، وعلى الأقل يقدر يوصل صوت ناسه وصوت أهله حقيقة الأمر. لكن إحنا حتى المستقلين، يعني مع جل احترامي، قسم كثير من المستقلين إحنا نعرفهم، هم نزلوا كمستقلين هم تابعين إلى كتل سياسية، يعني مو الكل. إذن نحتاج إلى برنامج ونحتاج إلى رؤى ونحتاج إلى شيء مهم لازم نعرفه بالعالم كله. النظم البرلمانية من أحسن النظم بالعالم، ولكن يجب أن تكون هناك معارضة إيجابية وفق الآليات القانونية والدستورية داخل مجلس النواب لتقوم أداء الحكومة وتراقبها وتقف سد منيع بوجه المشاريع التي لا تفيد الشعب العراقي وتشجع المشاريع التي تفضي وتشبه حاجيات الناس. هذا هو العمل البرلماني. عمل البرلماني مو محول أو درب سباس ووعود بأشياء وإلى آخره. شوف البرامج الانتخابية والبرامج السياسية وتاريخ الإنسان هي من تحدد. وإحنا نراهن، وأقول لك إياها بمنتهى الصراحة، نحن نراهن على وعي الشارع العراقي. اليوم الشارع العراقي مندفع، والشارع العراقي سيذهب بإذن الله تعالى بشكل أو بآخر، وستزداد نسبة المشاركة في الانتخابات لاختيار الأفضل والأصلح، وهذا هو الذي يخوف. ماذا كانوا يراهنون سابقا بالانتخابات؟ وتعرف النتائج، واحنا مطلعين. انا كنت نائب بالدوره السابقه، وكنت في لجنه التقصي ودوله الرئيس والمخابرات والامن الوطني، الابطال كانوا على اطلاع بهذا الامر وقضيه تهكير الاجهزه وحرقوها وحرقوا الاجهزه والصناديق. كانوا يعتمدون على تصويت الخارج. المفوضية عرفت أنه بالخارج كثير من الناس ما مقتنعة بالعمل الانتخابي، وكانت تزور بطريق أو بآخر على الأقل نسبة 70-80%. يصير تزويرها الآن، هاي وقفناها، وهذه طبعا إجراء محترم على توقيفها. سابقا كانوا يضغطون على السجناء باعتبار مسلوبي الإرادة وجانب التصويت الخاص، لأنه عدد الجيش العراقي والتصويت الخاص يفوق 1,650,000. الآن لا يحق للتصويت الخاص أن ينتخب إلا مرشح من داخل منطقته، وخلي ينتخبون أي شخص داخل منطقته يعتقد أنه يمثله، يعني بالإضافة للمال السياسي يعني والتزوير داخل المفوضية وأمور أخرى. دقيقة ونصف، نعم. ووقفنا بشكل قوي ووصلنا صوتنا. نعم أستاذ كرم، بدقيقة ونصف بس، لأنه بس فقط انتهى الحوار، بس ليكون له حصة ثانية في الكلام. بدقيقة ونصف، ماذا لو عادت أغلب الوجوه القديمة إلى البرلمان في هذه الانتخابات؟ يعني في ظل هذه الظروف اليوم أنا أجزم لك قاطعا بأنه سوف يكون أفول كبير لهذه الوجوه، وإن كانت هناك عودة فعودة نسبية للسؤال. بالتالي يعني نحن نعم معك نقول بأنه عودتهم سوف تكون عودة نسبية، ليست بالمستوى الذي يتحدث عنه الجميع. اليوم نقول بأنه يعني الحكومة المقبلة ووضع البرلمان المقبل، إذا تحدثني عن نفسي فنحن دائما كنا نقول بأنه نريد حكومة مشاركة، لا حكومة شركاء تتقاسم فيما بينها المناصب تحت مسمى الاستحقاق. نعم. نريد حكومة مشاركة يشارك بها الجميع. ندعو ونشجع على أنه تكون هنالك إقبال جماهيري. شكرا. أنا أجزم لك قاطعا سوف يكون إقبال جماهيري كبير إلى صناديق الاقتراع، ومؤمنون جميعنا بما ستفرز. شكرا لك من بغداد كرم الخزعلي، عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني، شكرا لك. ومن بغداد أيضا أمين عام حزب الخيار العربي والمترشح عن الحزب التقدمي الوطني عبد الكريم أبطان. سؤال الحدث متواصل، فيه بعد الفاصل.
الجيش الفرنسي يؤكد أن إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام طائراته العسكرية لا يؤثر على عملياته في الساحل. الانتخابات العراقية. سعد بن السلطان من كركوك على الحدث. ما زلنا في ساعتنا الثانية من استوديو الحدث في الملفات المختلفة، وإلى الجزائر وفرنسا، وعلى ما يبدو بوادر أزمة جديدة تتصاعد بين البلدين في تصعيد لأكبر خلاف بينهما منذ سنوات. أكد متحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام رحلتين، لكن ذلك لن يكون له عواقب كبيرة على العمليات في منطقة الساحل جنوب الجزائر وفق قوله. وتنشر فرنسا نحو 5000 جندي في منطقة الساحل جنوب الجزائر، وتقاتل على نحو رئيسي إلى جانب جيوش المنطقة ضد جماعات متطرفة في مالي والنيجر. إذن نتحدث أكثر عن هذه الأزمة وعن الوجود الفرنسي في تلك المنطقة وتداعيات قرار الجزائر إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية. فبعد أكثر من 8 سنوات على تدخلها العسكري في مالي، بدأت فرنسا الآن تواجه تحديات صعبة أدت إلى زعزعة استراتيجيتها في محاربة التنظيمات المتطرفة والإرهابية هناك. تراجع الدور الفرنسي ظهر من خلال مزاحمة بعض القوى الدولية مثل روسيا مثلا على دورها في منطقة الساحل وفي الصحراء، إضافة إلى تباطؤ الدول الأوروبية والمجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة في تقديم الدعم المالي واللوجستي للقوات الفرنسية هناك. التراجع الفرنسي ظهر أيضا بعد فقدان باريس أحد أبرز حلفائها وهو الرئيس التشادي إدريس ديبي الذي لقي حتفه في إبريل من هذا العام، وكذلك إطاحة رئيس مالي الانتقال بعد انقلاب عسكري في مايو الماضي على يد عسكريين. يضاف إليها إخفاقات للقوات الفرنسية في منطقة الساحل، دون أن ننسى أصلا قرار باريس إغلاق بعض القواعد العسكرية في شمال مالي بحلول عام 2022، وأيضا تقليص عدد قواتها لنحو 3500 جندي خلال عام، وتخفيضها مجددا في إلى 2500 جندي بحلول عام 2023 مع إعادة هيكلة انتشارها. كما تجاوزت كلفة مشاركة القوات الفرنسية في الساحل 700 مليون يورو سنويا، ما يشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة الفرنسية، مع الإشارة
إلى أن فرنسا خسرت في منطقة الساحل عام 2013 نحو 57 جنديا، وهذا أحرج الرئيس ماكرون أمام ناخبيه. وأخيرا رفض فرنسا فتح قنوات حوار مع بعض التنظيمات المتطرفة النشطة في منطقة الساحل، إذ شرعت بعض الدول مثل بوركينا فاسو، مالي وغيرهما شرعت في الشروع في الحوار مع تلك التنظيمات أصلا. من باريس معي الباحث السياسي ناصر زهير، أهلا بك. بداية، يعني هل هذا القرار الجزائري أمام الطائرات الفرنسية قد يمهد الطريق نحو تعميق الأزمة بين فرنسا والجزائر؟ نعم، تحياتي للجميع. يعني هذا القرار بالتأكيد سيعمق الأزمة بين الجزائر وفرنسا، ولكن في الإطار الآخر أعتقد بأن هذا القرار سيكون مؤقت، بمعنى أن هذه الأزمة ستنفرج عندما يقرر الطرفين التخلي عن الأسباب التي أوصلت العلاقات إلى هذه الأزمة. بالتالي أعتقد بأن التأثير سيكون محدود للغاية، لأن بيان الجيش الفرنسي قال بأن إغلاق المجال العسكري لن يؤثر بشكل كبير على عمليات الجيش الفرنسي في منطقة الساحل وعلى العمليات الاستخباراتية والعمليات العسكرية. بالتالي أعتقد بأن الآلية لن تكون في تعميق الأزمة بشكل كبير، لأننا الآن في إطار استعراض أوراق قوة، بمعنى أن الجزائر تريد إيصال رسالة لفرنسا بأنها قادرة على الإضرار بالمصالح الفرنسية في أفريقيا أو في شمال أفريقيا أو منطقة الساحل، إذا ما أزعجت باريس الجزائر، سواء كان فيما يتعلق بملف التأشيرات أو فيما يتعلق بالتصريحات المنسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي اعتبرتها الجزائر تدخل في الشأن الداخلي بالنسبة لها، وأتى هذا الرد أعتقد المبالغ فيه نوعا ما من قبل الجزائر. طب ترى، وبحسب ما فهمت منك، يعني كون أنه الأزمة قد تنفرج، أن فرنسا لن تلجأ أيضا إلى خطوات تصعيدية في إزاء هذه الخطوة الجزائرية؟ يعني بحسب المؤشرات الحالية وبحسب التصريحات الفرنسية لا أعتقد بأنه سيكون هناك رد فرنسي، أو دعنا نقول خطوة فرنسية أكثر حدة من الخطوة الجزائرية. لا ننسى بأن العلاقات بين الجزائر وفرنسا هي علاقات قوية متينة، النفوذ الفرنسي كبير جدا في الجزائر، خاصة في الجيش الجزائري والمفاصل السلطة الجزائرية. بالتالي هذه الأزمة أتت في إطار الرد والرد المتبادل، يعني هناك حسابات داخلية لكل طرف، سواء كان ماكرون الذي أطلق هذه التصريحات وقام بتخفيض عدد التأشيرات ليخاطب جزء من الفرنسيين أو من الناخبين الفرنسيين بأنه يحاول حل مشكلة أو مشكلة دعنا نقول مهمة بالنسبة أو مشكلة كبيرة بالنسبة للفرنسيين، وهي المهاجرين غير الشرعيين، خاصة أنه في التصريحات المنسوبة له قال بأن القرار، قرار خفض التأشيرات، لا يستهدف الطلبة أو لا يستهدف القطاع الأعمال، يستهدف جزء من السلطة أو الذين يعتقدون بأنهم بإمكانهم الالتفاف على تسهيل التأشيرات حتى يتعاونوا في إطار عودة المهاجرين غير الشرعيين. الجزائر أيضا في إطار هذا الرد المبالغ فيه أعتقد بيأتي بحسابات داخلية جزائرية، لأن نفس الأمر وقع مع المغرب، سواء كان في استدعاء السفراء أو إغلاق الأجواء، والفرنسيين يفهمون هذا الأمر جيدا. سأعود إليك في هذا السياق فقط لنعطي أخبارا أخرى متعلقة. إذن لماذا هذا التوتر الجزائري الفرنسي وما هي خلفيته؟ هذا ما سيشرحه لنا الزميل طوني مزرعاني. طوني إليك. أهلا بك محمد. إذن كما ذكرت، فعلا التوتر على أشده بين فرنسا والجزائر، فالتوتر بين البلدين يتصاعد، وذلك بعد تصريح الرئيس الفرنسي الأخير طبعا، الذي قال فيه أن الرئيس الجزائري هو عائق في نظام صارم جدا. السلطات الجزائرية اعتبرت تصريح ماكرون لا مسؤول وقررت استدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا. إذن كيف تصاعد التوتر بين البلدين؟ صحيفة لوموند الفرنسية كانت قد نشرت ما مفاده أن ماكرون اعتبر أن الجزائر أنشئت بعد استقلالها عام 1962 على ريع للذاكرة وكرسه النظام السياسي العسكري. وأضافت الصحيفة أن ماكرون قال أيضا أن التاريخ الرسمي للجزائر أعيدت كتابته بالكامل ولا يستند إلى حقائق، إنما على خطاب يرتكز على كراهية فرنسا. ماكرون كما أفادت بعض المصادر كان قد قرر
تقليص بلاده منح التأشيرات لمواطني الجزائر في خطوة أراد منها مضايقة أشخاص موجودين في الوسط الحاكم واعتادوا الحصول على تأشيرات بسهولة. ماكرون في تصريحاته المنقولة عنه أيضا تهكم من طريقة تعريف بعض الجزائريين لفرنسا بأنها دولة استعمارية متناسين الحكم العثماني. هذا التوتر بين الجزائر وفرنسا ليس الأول، ففي فبراير 2005 كان البرلمان الفرنسي أقر قانونا يعترف بالدور الإيجابي لفترة استعمار فرنسا للجزائر على الرغم من إلغائه لاحقا. وفي مايو 2020 استدعت الجزائر سفيرها في باريس على أثر بث فيلم وثائقي حول الحراك المناهض للنظام في الجزائر. الصحافة الجزائرية من جانبها حاولت تذكير ماكرون وصفه خلال حملته الانتخابية الاستعمار بأنه جريمة ضد الإنسانية. وخلال العام الماضي أشاد ماكرون بنظيره الجزائري وأثنى على جهوده خلال الفترة الانتقالية بعد تظاهرات الحراك الشعبي الجزائري. هذا كان كل ما لدي. محمد، عودة لك. شكرا لك طوني. شكرا لك. ما زلت إذن مع ضيفي من باريس الباحث السياسي ناصر زهير. وإن كان يسرد زميلنا طوني يعني بعض الخلفيات التاريخية، هل عمليا ما زلنا نتحدث عن جرح لم يلتئم إذا جاز التعبير بين فرنسا والجزائر وفقا للتاريخ الذي مضى؟ يعني بالتأكيد هذا الجرح لن يلتئم إلى حد هذه اللحظة بسبب القرارات المتخبطة من الجانبين. يعني على الرغم من تصريحات ماكرون كان هناك جهود لفرنسا أو للرئيس الحالي أيضا في آلية دعنا نقول حل جزء من هذه الخلافات فيما يتعلق بالأرشيف الجزائري، أرشيف الذاكرة، فيما يتعلق بالاعتراف ببعض الجرائم أو ما سمي بجرائم القتل لبعض المعارضين أو بعض الوطنيين الجزائريين. ولكن المشكلة الأخرى هي في إطار تعريف الفترة التي تم فيها الاستعمار الفرنسي للجزائر. يعني ماكرون يتحفظ أو الرئاسة الفرنسية بحسب ما تم تداوله بأنه يتم إلقاء اللوم دائما على فرنسا فترة الاستعمار الفرنسية، ويتناسى بعض الجزائريين بأن كان هناك احتلال عثماني وكان هناك فترة استعمار عثماني. في نفس الإطار الآخر أيضا على الجانب الآخر الجزائريين يعتقدون بأن فرنسا لم تقم بما يكفي من أجل التئام هذا الجرح، ولكن أيضا في الجزائر لم يقوموا بما يكفي في إطار دعنا نقول تعريف الخطاب الجديد في إطار إصلاح العلاقات بين الجانبين وفي إطار بناء علاقات جديدة مبنية على التعاون الاقتصادي والسياسي. والتعاون الاقتصادي هو الأهم الآن. يعني فترة الاستعمار انتهت بكل سلبياتها، لا يمكن أن نعود إلى الوراء، وبالتالي يجب أن يكون هناك خطوات إيجابية من الطرفين. نرى خطوات ولكن نرى أيضا تصعيد من الجانبين، ويأتي في إطار الرد والرد الآخر، وهذا التصعيد يقودنا إلى الخلف أكثر مما من الخطوات الإيجابية التي تم تحقيقها. ولكن أعتقد بأن هذه الأزمة في التحديد هي في إطار أشهر فقط، ما يتعلق بالانتخابات الفرنسية حتى تنتهي، وأيضا ما المطلوب بعض يعني نقول الصراعات من الدولتين حتى تنتهي من لتبديد أي يعني محاولات أو أي أسباب إذا جاز التعبير بعبارة أدق لتعميق هذه الأزمة. يعني إذا أردت أن نتحدث بصراحة، المطلوب مثلا من فرنسا أن تبتعد عن استخدام ورقة الجزائريين والمهاجرين غير الشرعيين وإطار الخلافات بين الجانبين في كل حملة انتخابية تأتي ل حملات الرئاسة الفرنسية، لأن هذا القرار الذي أصدره ماكرون يمكن أن ينطبق على جنسيات أخرى، مثلا الإيرانية، الأفغانية. لدينا كثير من الجنسيات التي تأتي إلى هنا ولديهم نفس المشكلة مع الدول المغاربية. النقطة الثانية بأن يكون هناك خطوات حقيقية فرنسية. يعني فرنسا حققت تقدم فيما يتعلق مثلا في أرشيف الذاكرة الجزائري، ولكن رفضت أيضا تسليم الجزائر الملفات المهمة في أرشيفها والتي تطالب بها الجزائر. رفضت فرنسا أيضا الاعتذار بشكل علني وصريح. أعتقد بأن هذه نقطة مهمة جدا في هذا الإطار. وأيضا الأهم هو التعويض. يعني التعويض ليس بمعنى دفع تعويضات، بل أن يكون هناك اتفاقيات للتعاون، أن يكون هناك آلية لنوعا ما زيادة التعاون
التعاون الاقتصادي بين الجانبين، تقدم فرنسا خطوة إلى الأمام. بنفس الوقت في الجزائر التخلي عن خطاب الكراهية، وهذا موجود بشكل صريح في دعنا نقول السياسة الجزائرية ضد فرنسا وفترة الاستعمار، وبدء في بناء علاقات جديدة تكون مبنية أيضا على التعاون، مبنية أيضا على حل الخلافات الأساسية بين الجانبين. يعني موضوع أرشيف الذاكرة الجزائرية يجب أن يحل بشكل قطعي بين الجانبين، إما أن يغلق هذا الملف أو أن يصل الجانبين إلى مسألة ترضي الطرفين في هذا الإطار، وأيضا التخلي عن شماعة الاستعمار مع فرنسا، سواء كان من السلطات الجزائرية في كل مناسبة أو حتى من فرنسا فيما يتعلق أيضا بفترة الاستعمار للجزائر، وأن الجزائر كانت لم تقم ولم تعترف بفضل الفرنسيين كما تقول بعض الجهات السياسية الفرنسية. شكرا لك من باريس الباحث السياسي ناصر زهير. استوديو الحدث متواصل، فيه بعد الفاصل. وفد الحكومة الليبية في اللجنة العسكرية المشتركة يكشف أن خطة ترحيل المرتزقة ستكون على مرحلتين. مسرحية التنفيسي تلجأ إلى الشارع بعد منع الرقابة عرضها، والأمن العام يستدعي المخرج للتحقيق. وصلت الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في اليمن. أين مأرب من هذه المعركة؟ طالما ولم ينتقل الجيش الوطني إلى الهجوم فلن يكون هناك نصر. خلايا حوثية هي من اندست وقامت كل هذه الأعمال من الشغب. خلايا النائمة هذه تظهر عادة مع وجود أحداث معينة. إحنا ما نشتيش لا يسقط دولة ولا يسقط نظام ولا يرحل الرئيس، إحنا نطالب بتوفير المعيشة فقط لا غير. قدمت الحكومة اليمنية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي حول إعدام الحوثيين 9 أشخاص رميا بالرصاص. ميليشيا الحوثي تتأهب لتنفيذ إعدامات جماعية جديدة في صنعاء تشمل 11 شخصا من بينهم امرأتان. كيف يمكن وصف حال المرأة؟ حصلوا المعارك بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي حيث خسرت نحو 150 قتيلا منذ الثلاثاء الماضي. استمر الجرائم. كشف تقرير الحقوقي عن مقتل وجرح أكثر من 900 مدني. زلنا في ساعتنا الثانية من استوديو الحدث في الملفات المختلفة. طبعا أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مرتزقة الفصائل السورية الموالية للحكومة التركية لا يزالون في ثكناتهم العسكرية في القواعد التركية على الأراضي الليبية. وكشف المرصد أنه لم يسحب أي مقاتل من المرتزقة السوريين الموجودين في طرابلس، مرجحا أن تكون عملية الانسحاب إعلامية وهمية. وأشار إلى خروج نحو 90 مقاتلا من الفصائل الموالية لأنقرة من مناطق نفوذ الأتراك في عفرين نحو ليبيا مقابل عودة عدد مماثل من هناك إلى سوريا في عملية تبادل اعتيادية. كما نشر المرصد السوري معلومات عن تحضيرات تجرى لإعادة دفعة من مرتزقات الفصائل الموالية لتركيا الموجودين ضمن معسكرات العاصمة الليبية طرابلس خلال الأيام المقبلة.
المرصد السوري أضاف أن قادة الفصائل السورية طلبت من نحو 2000 عنصر البدء بتجهيز أمتعتهم من أجل إرسالهم إلى سوريا بطلب من المخابرات التركية. وفي السياق أبدى عضو وفد قوات حكومة الوحدة الوطنية في اللجنة العسكرية المشتركة اللواء الفيتوري غريبيل تفاؤله بإمكانية تنفيذ خطة الترحيل التدريجي للمرتزقة في أقرب وقت ممكن. اللواء غريبيل قال للشرق الأوسط إن خطة الترحيل ستكون على مرحلتين، الأولى سيبعد فيها المرتزقة من الفاغنر الروس والجنجويد والسوريين وجميع الجنسيات الموجودين في خطوط التماس، والثانية سيبعد خلالها أو تبعد القوات الأجنبية من روس وأتراك وجنسيات عربية وأوروبية، وهؤلاء أعدادهم قليلة. وقال اللواء أنه لم يحدد موعد حتى الآن لبدء أي مرحلة، وأنه يأمل في تنفيذ المرحلة الأولى قبل الانتخابات. وأوضح أن ترحيلهم سيكون على مراحل بأعداد بسيطة بالنظر إلى الكلفة المادية والشق الأمني وحساسية الملف لما يسببه من مخاوف لدى الأطراف من انسحاب القوات الموالية له، إلى جانب المخاوف من قيام أي طرف خارجي في محاولة إحباط العملية برمتها. من القاهرة محمد السلاك المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أهلا بك. هل عمليا هناك حديث جدي الآن عن إبعاد المرتزقة ولو على مرحلتين من ليبيا، أم المسألة كما قال بعضهم قد تكون وهمية أكثر منها واقعية؟ مساء الخير أستاذ محمد، وتحية طيبة لحضرتك ولمشاهدي الحدث. يعني مسألة انسحاب المرتزقة بشكل جزئي أو أعداد بسيطة كما تفضلت السيدة وزيرة الخارجية بالأمس، يعني يكترفها الكثير من الغموض. لم يتم الإعلان عن هذه الخطوة، فقد تسربت بعض المعلومات لوكالات أنباء وتداولتها مواقع وغيرها، فتم توجيه السؤال للوزيرة وأجابت بأن هذا حدث بالفعل، ولكن لا يوجد أي تفاصيل حتى الآن عن أي انسحاب للمرتزقة من البلاد. وأظن بأن الآن المسألة باتت أكثر جدية، ونأمل أن تكون كذلك على وقع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب، قانون استقرار ليبيا، مجلس النواب الأمريكي، والتحركات الأوروبية والإقليمية أيضا من أجل توصل إلى حل جذري لهذه المسألة، والتي لا يمكن لليبيا أن تستقر من دون إحراز تقدم فيها. وتأثير وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب على 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 في ليبيا يمتد ليشمل دول الجوار ومحيط ليبيا الدولي الإقليمي والدولي، وبالتالي هذه ليست مشكلة تخص ليبيا فقط، ولكن أيضا هي مشكلة دولية. الآن هناك تحركات، هذا حقيقي، ولكن لا نستطيع أن نحكم على مدى جدية هذه التحركات أستاذ محمد من دون أن نرى خطوات عملية على الأرض. الآن وأخيرا بات الحديث عن خطة ربما سيتم مناقشتها في جنيف يوم الثلاثاء هذا الأسبوع. هذه خطة أولية بالتفاهم بين لجنة 5+5، ولا بد أن تحظى من المسألة كما تفضلت، باعتبار أنه نتحدث عن يعني دولنة أو تدويل، يعني بعبارة أخرى هذا الملف، مسألة إخراج المرتزقة لا يكون بالاتفاق بين الأطراف الليبية نفسها، لأن هناك دول نافذة. يعني عندما نتحدث عن مرتزقة موالين لتركيا فهذا يجب أن يكون بموافقة تركيا بالتالي. هذا صحيح تماما أستاذ محمد، ويمكن أن نستشهد حتى بما حدث في أنغولا في فترة من الفترات، والاتفاق الثلاثي الذي وقع في نيويورك كان بمعرفة القوات الكوبية والجنوب أفريقية والدول التي لديها قوات على الأرض، من دون أن يكون هناك ضمان دولي وإلزام لهذه الدول التي لديها قوات على الأرض. لا يمكن أن نتحدث عن انسحاب للمقاتلين الأجانب والمرتزقة، باعتبار أن لجنة 5+5 على الرغم من أنها يعني أبلت بلاء حسنا وتعاملت مع بنود اتفاق جنيف بكثير من الالتزام والحرفية، ولكن يعني لا تستطيع أن تتعاطى مع هذه المسألة بمعزل عن المجتمع الدولي. وهنا اختبار
لجدية المجتمع الدولي فيما يتعلق بسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب. الآن ربما حديث عن انسحاب أولي من مناطق التماس لبناء الثقة وإثبات حسن النية من كل طرف، يعني هذه هي البداية، خطوط التماس بين الجانبين يضمن أن كل طرف انسحب وتكون هذه هي البداية. ولكن هناك إشكالية أخرى تتعلق بالجنوب والأمن الهش في الحدود الجنوبية وتحرك معلومات التي تتوارد عن تحركات للمرتزقة تدخل وتخرج عبر الجنوب. هذه مسألة أيضا لابد أن يتم التشديد عليها، وخطوة حصر المرتزقة، حصر الأعداد. يعني أنا قرأت تصريح للواء الفتوري غريبيل وهو يعني من المهتمين جدا بهذه المسألة ويتابعها بجدية، قال بأن لا يمكن حصر الأعداد وهذه مشكلة، يعني لابد من أن يتم حصر أعداد المرتزقة والمقاتلين الأجانب بالكامل لضمان أن الكل غادر. لن تكون مسألة سهلة على الإطلاق، ستكون معقدة وشائكة للغاية وستستغرق الكثير من الوقت، ولكن لابد من أن تبدأ يعني الخطة وتوضع في حيز التنفيذ. من القاهرة محمد السلاك المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، شكرا لك. أعلنت حكومة الوحدة الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط بأنهما عملان على إنشاء مصفاة جديدة في الجنوب كان تشييدها مقررا بالأساس في عام 1980. وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبي لدى إعلانه المشروع جهوزية الكلفة المادية لهذا المشروع والتصاميم الفنية. أثارت مسرحية تنفيسي جدلاً واسعاً في لبنان إثر توقيف عرضها من قبل الأمن العام اللبناني بحجة عدم مرورها بالمسار القانوني، وفق بيان للأمن اللبناني الذي استدعى مخرج المسرحية للتحقيق اليوم. فيما يقول القائمون على المسرحية إن العرض هو نتيجة دورة تدريبية لطلاب وبالتالي لا تحتاج إلى إذن مسبق. من بيروت معي الممثل بديع أبو شقرة. أهلا بك أستاذ بديع معنا في استوديو الحدث. يعني مسرحية تنفيسي وجهت إذا جاز التعبير بتخنيقة يعني من قبل السلطات والأمن، لماذا؟ ما هل المبررات مقنعة؟ إيقاف هذه المسرحية هو أمر طبيعي في هذه الحالة، يعني هذا محاولة كم الأفواه، محاولة إسكات الناس وخصوصا بالفنون، هو أمر طبيعي في هذه الحالة في ظل سلطة سياسية مأزومة، في ظل سلطة سياسية عم بتفتش أنه تسكت الناس. ولكن هناك شقين في هذا الموضوع، هناك الشق القانوني والشق الفني الاجتماعي الإنساني. في الشق القانوني هناك مرسوم رقم 2 صدر بسنة 1977، وهذا المرسوم ينص على أنه كل الأعمال المسرحية يجب أن تمر عبر الرقابة ويوافق عليها، يشطب منها ما يشاءون. ولكن في سنة 77 كان هناك حالة طوارئ، اليوم ليس هناك حالة طوارئ، فإذا هذا المرسوم لا يجب أن يطبق
الآن. زد على ذلك أن هذه المسرحية هي ضمن مهرجان، والمسرحيات التي تكون في مهرجانات عادة وليس هناك بطاقات للبيع للمسرحية خصوصا ليس عليها أن تمر على رقابة الأمن العام. يعني تصور أن يكون هناك مسرحية أوروبية مثلا هولندية أو فرنسية بدها تعرض بلبنان، عليها أن تمرر النصوص على الرقابة إذا كانت ضمن مهرجان، فهذا ليس منطقيا على الإطلاق. الموضوع الآخر أيضا أن هذه المسرحية، وهم يعني عادة الأمن العام لا يعرفون تفاصيل المسرح وكيف نعمل في المسرح، المسرح هو عبارة عن محترفات تدريبية ينتج عنها نوع من الارتجالات، وهذه الارتجالات تنتهي إلى عرض مسرحي، فعادة ليس لا يوجد هناك نصوص عمليا جاهزة. هذا الشق القانوني. أما في الشق الفني الاجتماعي الإنساني، نحن ضد أي نوع من الرقابة أيا كانت على النصوص المسرحية وعلى الأعمال الفنية عموما. الرقابة هي رقابة الجمهور فقط، الجمهور هو يسقط عمل ويرفع عمل وليس الأمن العام، وخاصة في وضع مأزوم مثل الوضع اللبناني اليوم، في سلطة سياسية تحاول كم أفواه الناشطين المحامين القضاة والفنانين. لكن هنا دخلنا في جدلية هامة أستاذ بديع، قلت أنك ضد أي شكل من أشكال الرقابة، هنا نريد أن نتحدث عن رقابة ربما أنتم تعارضونها ولكم مبرراتكم، إذا كانت يعني في معارضة سياسية للنظام الحاكم، تتعرض ربما للرئيس لوزراء، هذا جانب. لكن إذا كانت فيها مثلا، لا أتحدث عن هذه المسرحية لكن لأنك دخلت في موضوع الرقابة، فيها مثلا نوع من أنواع التحريض على الكراهية، فيها نوع من أنواع التمييز، هل أيضا ضد هذه الرقابة أن تحاسب هذا النوع من النصوص؟ يعني طبعا ضد الرقابة أن تحاسب على أي نص كان، مثل ما ذكرت سابقا الجمهور هو يحدد، إذا كانت مسرحية فيها نوع من العنصرية أو نوع من التحريض فهذه المسرحية حكما ستفشل، وحكما الجمهور سيعترض، وحكما الصحافة ستكتب عنها بشكل عاطل وستتوقف حكما هذه المسرحية. ولكن ليس هناك سلطة على الفنون، لأنه في الفنون وكما نعلم جميعا هناك وجهات نظر مختلفة، وهناك نوع من الانتربريتيشن للموضوع اللي عم نطرحه، فإذا ممكن الإنسان أن يفهمها من وجهة نظره ويمكن وجهة نظره أن تكون خاطئة. لهذا نحن نقول ضد الرقابة على أنواعها، لأنه وكما نعلم وهذا لا يعلمونه عادة، أن الرقابة بعض المرات تقول أنه في بعض المسرحيات أو الأعمال الفنية التي تنتقد سلطات دينية على سبيل المثال، فإذا الرقابة تقول لهم نحن من ناحيتنا ما عندنا مشكل بهذا الموضوع، ولكن حلوها مع السلطات الدينية من شان ما تفوتونا بمشاكل معهم. فإذا لبنان في مؤسساته ومن ضمنها الأمن العام هو قائم على الترتيبات والتوافق والمحاصصة. طب بديع معي دقيقة، إذن ليس هناك قانون دقيقة. واضح يطبق. هذه المسرحية عن ماذا تتحدث؟ يعني طبعا. تعالج ماذا في دقيقة؟ هذه المسرحية تتكلم عن الوضع العام في لبنان، عن وجهة نظر هؤلاء الشباب في الوضع العام في لبنان. وبرأيي أنا أنه أي عمل فني ينتقد بشكل لاذع جدا ومؤذي السلطة السياسية الفاسدة في لبنان هو واجب أخلاقي وواجب وطني وواجب إنساني، وليس كما قال وزيرنا العظيم الجديد أنه علينا أن لا ننتقد، أن نحافظ على كرامة السياسيين، السياسيين لا يحافظوا على كرامة الشعوب، فإذا عدم المحافظة على كرامتهم هو واجب وطني وأخلاقي وإنساني. من بيروت الممثل بديع أبو شارة، شكرا لك. انتهت ساعة استوديو الحدث لهذا اليوم، فتحنا فيه عددا من الملفات، وفيناكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة غدا ساعتان أخريان متجددتان وللحدث بقية.